السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناة سكينة الصفرية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا بسطيلة سهلة جدا واقتصادية، مكونات ديالها بساط جدا كيف ما عودتكم دائما على الوصفات الاقتصاديين والبساط يعني في متناول الجميع. تبعوا معي على فيديو إلى الآخر باش نتعرفوا على المكونات والمقادير اللي غنحتاجوا في هذه البسطيلة سهلة جدا من ناحية التحضير ديالها ولا المكونة ديالها. نبدأ على بركة الله ونقولوا بسم الله باش نتعرفوا على المكونات والمقادير. هادو هما المكونات فقط اللي كنحتاجو في البسطيلة ديالنا. عندي 500 غرام أي نص كيلو ديال البسلة اللي قطعتها على هاد السمك هذا، وعندي ربطة ديال الربيع، راكم عارفين ربطة قداش، ربطة ديال الربيع اللي قصتها جيدا رقيقة، وعندي 500 غرام أي نص كيلو من صدر الدجاج أو لاداند، وعندي هنايا 4 ديال الحصص ديال الشعريه الصينيه، يعني 4 ديال القطع اللي كيكونوا في هذه الباكيه بحال هذه الباكيه هذه اللي كنستعمل انايا ديال الارز، شعريه صينيه ديال الارز 4 ديال الحصص اي نص كيلو، وعندي هنايا 5 ديال الحبات ديال الفرماج ورقه. اللي ما عندوش فرماج ورقه ممكن يدير اي موتزاريلا او اي فرماج احمر يبشرو. وعندي هنا العطريه كيف ما كتشوفوا معايا، نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره كامله ديال التحميره وديال سكينجبير، وربع معلقه ديال الخرقوم بلدي. وعندي هنا الملحه وضمط ديال الكنور ديال الدجاج، اللي كان غيدير الملحه يديرها ما يديرش ضمط الكنور، اللي غيدير ضمط الكنور يحيد الملحه. هادو هما المكونات كيف ما كتشاهدوا معايا بساط جدا. نمروا اول حاجه كنقوم بها هي كناخذ المقله ديالي وكنوضع فيها الدجاج، شويه ديال الزيت كنوضع فيها الدجاج وكنديرو يتشحر جيدا. ثم كناخذ مقله ثانيه وكنوضع فيها البصل وكندير فيه الزيت وكنخليه يتشحر جيدا حتى كيدبل معايا جيدا، يعني كيدوب وكيبقي يعني كيطيب جيدا. بعد ما شحرت البصل ديالي والدجاج كناخذ واحد الفول او واحد الاناء اللي غنخلط فيه جميع المكونات. كيف ما كتشاهدوا معايا البصل ديالي شحرته جيدا، وكناخذ الدجاج اللي هو شحرته، ثم كنضيف الشامبينيو واحد قريعه ديال الشامبينيو صغيره وكنقطعو طريفات، يعني الشامبينيو اللي بغاه اللي ما كيعجبوش ما يضيفوش. وضفت الربيع. عند دابا غادي نضيف الكميه ديال الشعريه الصينيه، غنقطعها شويه بالمقص او بيدي، غنضيف غير واحد الكميه تنشوفوا واش مازال غادي نحتاج، حيت ما خصش الشعريه الصينيه تكون غالبه على المقادير على الدجاج والبصل والشامبينيو، خصهم يكونوا متساويين. انا هنا غادي نضيف الشعريه الصينيه الكميه كامله. كنخلط المكونات جيدا، كيف ما قلت لكم كنضيف الكميه كامله وكنقطعها بالمقص يعني باش ما تبقاش ليا خيوط طوال. ثم كنضيف العطريه اللي عندي، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، ونص معلقه ديال البزار، ونص معلقه ديال الخرقوم. بالنسبه انا هنايا ما غاديش نضيف الملحه، غادي نستعمل غير ضمه ديال البنه ديال الدجاج، واللي ما كيبغيش يعني ما كيحبش ضمه البنه ممكن يضيف الملحه على حسب الذوق، واللي بغى يدير الحار السودانيه او العريسه يضيفها. انا هنايا ما درتش الحار. كنحك ضمه ديال الكنور جيدا، ثم كناخذ واحد المقله وكنوضع فيها شويه ديال زيت العود او زيت المائده اللي عندكم، وكنوضع فيها الخليط كامل وكنوضعو على النار غير تشحر واحد شويه باش داك العطريه والربيع وكل شيء يتلق في بعضياته، يعني يندمجوا مزيان. ها هما دابا بعد ما تشحروا ليا واحد 5 دقائق كنضيف لهم القليل من الزيتون، يعني زيتون بالعظم قطعته طريفات وضفتو لهم، اللي بغى الزيتون، اللي ما كياكلش الزيتون ما يضيفوش بطبيعه الحال. ثم كناخذ الطاوه او الصينيه ديالي اللي غنوضع في الفران اللي غنوجد فيها البسطيله، كناخذ واحد 4 معالق كبار ديال الزبده وجوج معالق ديال الزيت كبار، كندوبهم هما اللي كندهن بهم الطاوه في الاول باش ملي كنوضع الورق ديال البسطيله ديالي ما ملي كيطيب ما كيجينيش كيتكسر، يعني كيطيب كيجي مقرمل ماشي كيتكسر وما كيلصقش في الطاوه. كيف ما كتشوفوا حطيت وحده في القاعده والثانية على جانب، يعني كندير نصها لداخل ونصها على برا.
فيما كنحط شي وحده كندهن بالزبده والزيت بالفرشات او بيدي. هنايا كنحتاج 4 ديال الورقات، 5 لانني درت وحده في الاسفل ودابا غندور 4. كندير نص لداخل ونص على برا. انا هنايا في الدستيله ما كنكثرش من الورقه بزاف، يعني كتكون معتدله ما كنكثرش، يعني ما كنبغيش الورقه تكون بزاف بسطيله. كيف ما كتشاهدوا معايا ها هي دا درت غير 4 ديال الورقه ديال البسطيله فقط، وحده في الاسفل والاخرين درت وحده في النص لداخل وحده في النص على برا، وكندهن بالزبده بطبيعه الحال. الان دابا غادي نوضع الخليط ديالي اللي خلطت ديال الشعريه الصينيه والدجاج والربيع والشامبينيو والبصله والعطريه. صدقوني هاد البسطيله ديالي كتجي رائعه جدا، يعني ما تشبعوش منها وما كتقهمش، يعني بغض النظر بانها اقتصاديه ما فيهاش داك اللوز والحلاوه وكميه كثيره ديال الدجاج، يعني كتقهم صراحه. وهذه اقتصاديه وخفيفه. عندي هنايا الفرماج اللي كنت قلت لكم 4 او 5 ديال القطع، كنحطو هنايا في الفوق، يعني ضفت غير نصف الكميه ديال الخليط ودابا كنغطي بنصف الكميه الاخرى. يعني الفرماج كنديرو في الوسط، ما كنديروش في الاعلى باش ملي ما نديرش الورقه عليه كتلصق، درتو في الوسط. واللي عنده الموتزاريلا يبشرها ويديرها في الوسط، غادي يدير الفرشه الثانيه ديال الخليط. انا هنا غادي نجمع الورق ديالي. المقطع اللي كنت كنجمع فيه الورق ما عرفتوش فين مشى، المهم على العموم راه باينه واضحه، جمعت كل شيء عشوائي ودرتو في الوسط. وغادي ناخذ ورقه او زوج، انا غندير هنا جوج ورقات، غنديرها في الوسط تماما ونحاول ندخلها في الجوانب غير بشويه بالخاطر، راه ساهله هاد المرحله. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا البسطيله كيفاش يلفوها راه باين ليهم، واللي ما كيعرفوش اول مره بالنسبه للمبتدئين راني كنشرح ليهم. غنزيد ورقه واحده اخرى فوق منها باش ما يبقاش باين ليا داك الجميع اللي جمعت الاول عشوائي، باش كتجي من الفوق مقاده. انا زدت ورقه واحده اخرى ودهنت بالزبده، فيديو راه تبلونطا لي واحد شويه اعتذر، دهنت بالزبده بالفرشاه جيدا. ثم مرحله الزين كتبقى اختياريه، الزين ديال البسطيله الفوق. كناخذ واحد الوريقه وكنجمعها بحال هكا، اما كندير بابيو كبيره اما كندير، المهم بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا كندير هاد لي بابيو صغيورين، غنشكل شكل وريضه غتجي في الوسط. بالنسبه للتزيين كيف ما كنقول لكم دائما ممكن تخليوها سامبل، ممكن يعني هاد البقايا ديال الورق ديال البسطيله كان هادشي اللي كنستعملو، ما كنضيع حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد البسطيله كفاتني نص كيلو ديال الورقه، نص كيلو ديال الورقه صيبت منها بسطيله وشاط ليا، هادشي اللي شاط ليا راني صيبت به جوهره. هاد الجوهره هادي غتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف ديال هاد البسطيله هادي، غادي نحطو لكم تشوفوني كيفاش صيبت هاد الجوهره، كتجي رائعه. يعني ورقه بسطيله استغليتها، داك الوريقات اللي شاطو ليا راني صنعت منهم جوهره، يعني جوهره كتجي كديسير كتحليه مع بسطيله. نكملوا بالبسطيله ديالنا، كناخذ هاد الخويطات وكنرويو ليهم في الصبع ديالي باش كنشكل واحد الوريضه وكنحطها في الوسط. ثم كنرجع كندهن بالزبده والزيت بالفرشات وكنوضعها لاطا ديالي في الفرن. راه كلشي كيعرف الفرن خصو يكون سخون، مجرد ما كنوضعها كنقص كطيب، كنديرها الفوق هي الاول، من بعد ملي كنحس بها راه تحمرات من الاسفل كنرجعها لتحت وكنقص للزيرو يعني للصفر، باش كتاخذ داك اللون الذهبي بشويه، ما نجهدش عليها باش ما تحرقش ليا الورقه فوقانيه تحرق وتحت تكون ما طايباش. ها هي مع انني درت الورقه قليله ويعني سقيتها جيدا بالزبده، كتجي مقرمشه مقرمشه لان درجه عذباتني في الهزان، غير قصتها بدات كتكسر ليا بسهوله، يعني عذباتني في الهزان، بقيت معاها بشويه بشويه، عاد حطيتها في طبق التقديم. ها هي دا لانها كتجي هشيشه لان فيها الزبده. كناخذ واحد حصه او جوج ديال الفرماج وكنطبع باي طابع عندي، هذه مرحله اختياريه لكم ديال التزيين، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش. كناخذ اي طابع ديال الشكل ديال الحلوه عندي ديال الطابع ديال لي صابلي وكنطبع بهم هذا الفرماج وكنحطو هنا في الجوانب. وعندي هنا خديت الكيغدون درت فيه قطع من الفرماج الموتزاريلا والزيتون وشويه ديال لانشون كيف ما كتشاهدوا معايا او كاشير. تزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليوها هكا، ممكن هذه فكره ديالي وكيف ما كنزين انا بسطيله بغيت نشاركها معكم، علاش لا. وعندي هنايا حبات ديال ماتيشا سوغيز، اللي ما عنده السوغيز ممكن يدير غير ماتيشا عاديه وقطعها على 4 ويحطها باش كتعطينا كتفتح لينا داك المنظر ديال الخص ديالنا، يعني كتفتحوا له المنظر ديالو
وش خلاوها زوق طبيعي، يعني ماشي زوق طبيعي، راه كتجي رائعه جدا. ولكن كيف ما قلت لكم دائما الاطباق ديالي واخا كيكونوا بساط ورخاص وفي مقادير بساطين كنبغي نتهلا فيهم، يعني ماشي نحقرهم غير هما بساط ونخليهم هكاك، لا كنبغي نزيد نتهلا فيهم في التزيين. كيف ما كتشاهدوا معايا البسطيله ديالنا كتجي رائعه جدا، والحشوه ديالها سهله ولذيذه لان فيها واحد الكميه ديال الربيع، شامبينيو، دجاج، شعريه الصينيه، والعطريه يعني عاديه، ماشي ما كتطلبش منكم واحد الجهد في المصروف ديالها او الجهد باش تحضروها. كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، انا حضرتها لكم اليوم ونزلتها لكم باش اللي بغى يوجدها نهار العيد مرحبا، وعيد مبارك سعيد مسبقا، وشكرا لكم على المتابعه وبصحه وراحه، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه السويريه، وشكرا لكم المتابعه ودمتم في رعايه الله.